مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، إصابات كورونا اليومية في العراق تقفز عن حجز 2280 إصابة. في المدى، البشمركة تريد تنسيقا والعمليات المشتركة ترد، الوضع آمن في كركوك. يا زمان، البارزاني لن نسلم ملف النفط إلى بغداد. في القدس العربي، إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع. في إندبندنت عربية، سلالتان جديدتان لكورونا في بريطانيا وألمانيا تمدد الإغلاق حتى مارس 2021. في عربي 21، التوتر يعود إلى بحر الصين الجنوبي، بدء تدريبات أمريكية واسعة. وفي العرب اللندنية، حزب الله يستخدم الدعاية الدينية في حربه الإعلامية ضد الصحفيين. تناول الكاتب حاتم الفلاحي الترهل الأمني الذي سبب انهيارات أمنية في العراق في مقالة جاء فيها إن افتقار الأجهزة الأمنية إلى المهنية والحرفية في التعامل مع الأحداث وغياب تحقيقات المهنية الموثوقة والعادلة تتجسد في التعامل مع مسرح عملية التفجير في ساحة الطيران، فقد كان يتوجب أن يخضع مكان الانفجار إلى معاينة خبراء المتفجرات لمعرفة تفاصيل مادة التفجير وكذلك الأمن الجنائي لرفع البصمات ومطابقتها. أفقدت الخلافات السياسية والاستقطابات الطائفية صانع القرار القدرة على اتخاذ القرار المناسب بسبب تباين الرؤى بين مراكز القوى وتبعية القرار وارتباطاته الخارجية، كما حصل في الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، مما دفع الميليشيات المسلحة التابعة لإيران إلى التصعيد وتهديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل سافر، معتمدة على سياسة فرض الإيرادات بالقوة، مما أدى إلى تصادمها مع الرؤية العامة لسياسة الدولة، وهو ما انعكس على تدهور الوضع الأمني وأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية التي حملت الفشل السياسي للطبقة الحاكمة. إن ضعف الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين أفقدها الحصول على الكثير من المعلومات المهمة التي تساعد في ترصين الجبهة الداخلية وسد الثغرات الأمنية، ناهيك عن تأثر مؤسسات الدولة بالولاءات الحزبية والطائفية وامتداداتها الإقليمية التي أفقدتها دورها الوظيفي. إن التوظيف السياسي لعمليات تنظيم داعش محاولة للحصول على مكاسب ضد الخصوم سواء في إطار محلي أو إقليمي، ويمكن مراجعة مسلسل إلقاء التهم بعد تفجير ساحة الطيران للاستدلال، فقد سارعت الميليشيات الولائية لاتهام السعودية، وبالتزامن زعمت نفس الجهات أن الانتحاريين من الموصل، كانت واضحة محاولة تصعيد الاستقطاب الطائفي، وهو نفس الهدف الذي يريده تنظيم داعش. وأضاف الكاتب: لقد سارع المسؤولون الأمنيون والسياسيون إلى توجيه الاتهامات فوراً وتشتيت انتباه الرأي العام وكذلك السلطات الأمنية ذاتها. لقد تسببت مثل هذه الممارسات بشكل متكرر بضياع الحقيقة وخلط الأوراق واختلاط العمليات الإرهابية بالعمليات التي تحمل طابعاً سياسياً. إلى مقال آخر، وهو عن خطاب بايدن وتجاهله المتعمد للعراق، موضوع تناوله الكاتب ماجد السامي الرأي في مقالة جاء فيها: من المفيد سياسيا أن بايدن لم يتعجل في إعلان موقفه أو إصدار قراراته بشأن الملف العراقي خلال خطابه الأول الأسبوع الماضي. كانت سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المزاجية وسعيه المتواصل إلى انتهاك دور المؤسسات في الولايات المتحدة الدولة الديمقراطية الأولى في العالم أهم عنصر لفوز جو بايدن بالبيت الأبيض.
ترامب هو الرئيس الثالث الذي يتعرض للمحاكمة داخل الكونغرس بسبب تحريضه للغوائيين العنصريين على اقتحام مبناه في 6 يناير 2021. سبقه الرئيس نيكسون الذي استقال قبل عزله بسبب فضيحة ووترغيت عام 1974 المتعلقة بانتهاكات الأمن القومي الأمريكي، وكذلك بيل كلينتون بسبب فضيحة مونيكا. قبل بايدن كان العراق ميداناً لإظهار البطولة في شن الحرب والتدمير لأغراض الزعامة بالنسبة إلى 3 رؤساء أمريكيين خلال فترة رئاستهم: جورج بوش الأب في حرب الكويت عام 1991، وابنه بوش في حرب احتلال العراق عام 2003 على فرضية كاذبة، في حين حول الرئيس كلينتون أنظار أعضاء الكونغرس عن محاكمته بفضيحة مونيكا عام 1998 بتوجيه ضربات صاروخية إلى بغداد. أما باراك أوباما فاستفاد من قتله لأسامة بن لادن لتجديد رئاسته عام 2012. لقد غابت سوريا والعراق عن خطاب بايدن، مع أن في سوريا حرب بالوكالة تقودها الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع النظام، وكأن ببايدن يعيد ذاكرة سياسة أوباما التي استدار من خلالها عن خطه الأحمر الذي أعلنه كمشروع لتغيير نظام دمشق لصالح شعب سوريا المظلوم. ويضيف الكاتب أن من المهم والمفيد أيضاً ألا تقتصر تقارير واستشارات معاونيها التي ستوضع على طاولة البيت الأبيض على طرف واحد هو الحاكم الآن في العراق، وما جناه حكمهم من انهيار للبلد مجمع عليه عالمياً وعراقياً. ثورة تشرين والخروج من المأزق العراقي، موضوع تناوله الكاتب نجم الدليمي في مقالة جاء فيها: إن الحقيقة الموضوعية تؤكد كلما أوغلت الميليشيات المسلحة الخارج عن القانون في إجرامها اللاقانوني ضد المتظاهرين السلميين، كلما صمد المتظاهرون السلميون الأبطال وصمدت ثورتهم المشروعة، سيتحقق الهدف الرئيس لثورة تشرين الشعبية الشبابية السلمية في تقويض أسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث، ألا وهو نظام المحاصصة السياسية والطائفية والقومية المقيت والفاشل بامتياز. إن ثورة تشرين الشعبية الشبابية السلمية هي نتيجة حتمية وموضوعية لفشل نظام المحاصصة المقيت، والذي أصبح معرقلاً لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العراقي، وبالتالي لا بد من تقويض نظام المحاصصة المقيت وولادة نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، نظام شعبي وديمقراطي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي. إن قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي هم نتيجة للتنسيق بين أمريكا وإيران، وعلى هذا الأساس دخل المجتمع العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري، وأشعلت الحرب الأهلية، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني أكثر، وتفشت البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد، وخاصة وسط الشباب، وجرى تخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة، وتعمقت الفجوة لصالح المافيات الحاكمة، وتفشى الفساد المالي والإداري، وتنامت معدلات المديونية الداخلية والخارجية. إن هدف خصوم ثورة تشرين هو العمل على تقويض الثورة الشعبية السلمية، وإن هذا العمل الإجرامي في قمع المتظاهرين من قبل الميليشيات المسلحة هو عمل يعارض الدستور، وهذا الأسلوب العدائي كان ولا يزال يجد دعماً من قوى إقليمية بالدرجة الأولى. ويضيف الكاتب: النصر سيكون حليف شعبنا العراقي، والنصر سيكون لثورة تشرين الشعبية الشبابية السلمية.
إلى مقال جديد عن سياسات جو بايدن وعمليات الاستيطان الصهيونية الجديدة، موضوع تناوله الكاتب عصمت منصور في مقالة جاء فيها: يدرك بايدن أن الشرق الأوسط الذي اشتكى منه رئيسه السابق تغير كثيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأن نتنياهو الذي تجرأ على إهانته علنا في 2011 وتحدى رئيسه في الساحة الداخلية الأمريكية وقلب الكونغرس ضده عندما ألقى خطابا عدوانيا عرض فيه الاتفاق النووي الذي توصل إليه مع إيران أصبح أكثر شراسة بعد حكم ترامب والحقائق التي فرضها على الأرض. في ليلة تنصيب الرئيس بايدن، وبينما كانت أنظار العالم تتجه إلى واشنطن، كانت مجموعات ما تعرف بشبيبة التلال تقطع شوارع الضفة الغربية وتعتدي على سيارات فلسطينيين وأملاكهم في مشهد أصبح مألوفاً ويهدد بتفجير الأوضاع على الأرض. وشبيبة التلال هم الجيل الثاني من المستوطنين الإيديولوجيين المتطرفين، يختلف تكوينهم عن الجيل المؤسس الذي سار في ظل المؤسسة وشكل ما يشبه اللوبي في داخلها، فهم يعيشون في التلال ويمارسون نمط حياة أقرب إلى البداوة ورعي الأغنام، حيث يقيمون بؤراً استيطانية على كل تلة يمكنهم الوصول إليها خارج المستوطنات القائمة، ويبادرون إلى الاعتداء على الفلسطينيين وتحديهم بشكل شبه يومي، كما أن الاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية لا تعني لهم شيئاً. إن رمزية هذا التزامن بين إرهاب شبيبة التلال في شوارع الضفة وحفل التنصيب في البيت الأبيض تجعل توقع إقدام بايدن على الضغط على نتنياهو في قضية الاستيطان مستحيلاً. ولن ينسى بايدن المخضرم في السياسة الأمريكية ما قاله رئيسه السابق باراك أوباما في مقابلة صحفية لخص فيها فترة حكمه 8 سنوات، اعتبر فيها أن الفشل الأهم في سياسته الخارجية هو في تحقيق السلام، أو بكلمات أخرى فشله في انتزاع موافقة نتنياهو على وقف الاستيطان وجعل السلام أمراً ممكناً. يضيف عصمت منصور: سيكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خريف عمره وسلطته الضعيفة والمنقسمة على ذاتها والتي ينخرها الفساد، سيكون الحلقة الأضعف التي سيحاول بايدن بقليل من الآمال والوعود اللفظية بث بعض الروح فيها من خلال تحسين علاقة إدارته معها وفتح أبواب البيت الأبيض أمام رئيسها ودعمها مادياً وكسب مزيد من الوقت وتسكين المنطقة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. المقال الآتي عن القضية الفلسطينية وتصدرها مؤخراً اهتمام المحكمة الجنائية الدولية، موضوع تناوله الكاتب عصام نعمان في مقالة جاء فيها: يعترف المسؤولون الفلسطينيون بأنه لا ضمانة لديهم بأن الكيان الصهيوني سينفذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما وأن له سوابق في تجاهل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. بعد سنوات طوال من حجب فلسطين وقضيتها عن اهتمام العالم، ها هي المحكمة الجنائية الدولية تعيدها بشكل لافت إلى صدارة الاهتمامات العالمية. ذلك أن المحكمة أعلنت أواخر الأسبوع الماضي أن اختصاصها القضائي يشمل، رغم اعتراض الكيان الصهيوني، الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 التي شنها الكيان الصهيوني على السكان الفلسطينيين. تلك الحرب التي استمرت 50 يوماً تسببت في دمار واسع في قطاع غزة المحاصر وخلفت 2250 شهيداً فلسطينياً معظمهم مدنيون. وفي مطلع عام 2015 بدأت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقاً أولياً لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع العسكري المذكور. هذا التحقيق الأولي دام نحو 4 سنوات
في كانون الأول 2019 اتخذت المدعية العامة قرارها بفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المقترفة في الأراضي الفلسطينية بعد أن اقتنعت بأن جرائم حرب قد جرى ارتكابها في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وطلبت من المحكمة أن تتخذ قراراً بشأن اختصاصها الجغرافي، الأمر الذي أنجزته المحكمة أواخر الأسبوع الماضي، وهو ما أثار خوف نتنياهو من مخاطر فتح تحقيق بشأن تلك الجرائم. عصام نعمان يتابع إلى أنهم يقصد الفلسطينيين يعولون كثيراً على الآثار الإيجابية لقرارات المحكمة في دعم مكانة دولة فلسطين وفضح تدابير الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ومخالفتها الفاضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بعمليات الاستيطان الواسعة التي تمارسها وتؤدي إلى تشريد الفلسطينيين من مدنهم وبلداتهم وقراهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم. فيروس كورونا ومحاولة العلماء حول العالم إيجاد حل للخروج من مأزقه موضوع تناوله الكاتب بكر عويضة في مقالة جاء فيها لقد وجدنا أن هناك تحورا جديدا من الفيروس تسبب في تفشي المرض بشكل كبير، هل يعني ما سبق الاستسلام لليأس؟ بالتأكيد كلا. قبل عام من هذه الأيام بدأ الكلام عن ظهور فيروس خطير في الصين ينتقل من الهمس إلى صوت مسموع عبر العالم ككل، إلا أن كورونا لم يكن انتشر في مختلف أنحاء الكوكب وراح يخيف البشر على النحو الحاصل الآن. أحاسيس القلق بدأت تحديداً مع إطلالة فصل ربيع 2020 عندما اتضح أن العالم يقف أمام هول وباء لم يخطر ببال أحد، حكومات وأفراد. الأبعاد التي سوف تطالها تأثيرات انتشاره على الصعيد الإنساني أولاً وما يرتبط به تالياً سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي وما لكل منهما من تأثير حتمي على كل ما يفترض أنه طبيعي من علاقات تربط الأواصر بين الناس إن في الجانب المجتمعي عموماً أو الذاتي خصوصاً. باختصار وبلا تبسيط للأمر كان ينبغي على البشرية أن تدفع غالي الثمن قبل أن يتضح لها كم من ذراع يملك أخطبوط كورونا يستطيع تحريكها في كل الاتجاهات، ومثل الأخطبوط اتضح جلياً كم من عقل لهذا الفيروس إذ ابتكر غير شكل له، فيفاجئ كبار علماء ويربك كل جبهات المقاومة عالمياً. آخر المستجدات تتضح مما كشفت عنه صحيفة فاينانشال تايمز بأن اللقاح يوفر قليلاً من الحماية ضد السلالة الجنوب أفريقية من الفيروس، وأكدت الشركة المطورة للقاح هذا الأمر وأنها لم تقرر ما إذا كان اللقاح يوفر حماية أم لا من الأعراض الشديدة التي تسببها الإصابة بالسلالة الجديدة. ويضيف الكاتب بالجهد الدؤوب من جانب العلماء في كل أنحاء الكوكب سوف تربح البشرية الحرب على الوباء إنما بلا كثير عناء، يمكن تلمس مدى الآلام التي يجب على الناس تحمل أعبائها وأيضاً المدى الزمني الطويل الذي عليها أن تقطعه وصولاً إلى الانتصار على كابوس فاجأ الجميع وبلا شك أوجع الجميع. أعلنت الصين الأربعاء أنها نجحت في وضع المسبار تيانوين وان في المدار حول المريخ بعد 7 أشهر على إطلاقه من جنوب البلاد في مهمة تنطوي على إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينغوا أن المسبار دخل بنجاح إلى مدار المريخ، ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج بيجين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر، كما أنه يفتح مجالاً جديداً أمام بيجين للمواجهة الفضائية بين واشنطن وبيجين، فقد أطلق تيانوين وان بتزامن تقريباً مع مهمة فضائية أمريكية منافسة.
ومن المتوقع أن يهبط المسبار الصيني على الكوكب الأحمر في أيار القادم في أول مهمة من نوعها للصين، ويأتي ذلك غداة دخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح مدار المريخ في إنجاز تاريخي عربي هو الأول من نوعه. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، ظلوا دائما في أمان الله.